نتواجد حاليا بمنزل الحاج عبد الجليل البوصيري. عبد الجليل البوصيري ذاكرة مدينة القنيطرة والجهة. عبد الجليل البوصيري قاوم ولا زال يقاوم على ان يعني كاع الافكار ديالو يعني تستفد منها الشباب الحالي. عبد الجليل البوصيري الحديث ديالنا اليوم غادي يكون على الصيدلاني. بغينا الفرق بين الصيدلاني في الامس واليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أننا هذه القضية وهي قضية شائكة في المغرب وقضية إنسانية كبيرة كبيرة في المغرب، لأن أغلبية المغاربة يقاسوا من السياسة الصحية في المغرب وسياسات المراكز الصحية وسياسات المختبرات وسياسات الفارماسيا. وحنا نشوفوا ان البارح كانت في المدينة القنيطرة 40,000 ساكنة، وهذا 40,000 ساكنة كانوا 4 لي فارماسي معروفين، منهم جوج فائضين في بالإنسانية، كاستيلانو وجون روا. جون روا هو الفارماسي اليوم لإحدى السينما الاتحاد، وكاستيلانو لاجل اليوم في سنتر ديال المدينة. وميجي كان يسمى بصيدلية لابوست، وكانت واحد دكتور صيدلي لإحدى المارشي يسمى بالدكتور تروشو. وهاد الناس في ذلك الوقت كنا أطفال صغار، كانوا هاد لي فارماسي يفيضون في إنسانيتهم، يفيضون الإنسانية ديالهم، وتيجعلوا يوم الاثنين أن الساكنة ديال أحواز القنيطرة هي اللي كانت كثيرة، وهاد لي فارماسي نهار الاثنين كل اثنين تطلقى مجوقين على بعض لي فارماسي وبالبهايم ديالهم. انا تنعقل على كاستيلانو، رجل انساني، رجل متواضع، رجل المدينه، رجل من اعضاء ديال المجالس البلديه في الثلاثينات، وكان رجل ديال القنيطره. غنعطيك واحد المثال. كان كاستيلانو تيجيو عندو الناس من البادية، وتيجي المرأة راكبة في البهيمة ديالها، وتجي وتيخرج عندها هو الباب، وتيقول لها مالك فلانة، تعرف أسماءهم كلهم بالضواور بكلشي، راني مريضة عيانة، مالك اش تيضرني، تيدخل تيعطيها الدواء، يعطيها جوج حب، تتقول له بارك الله فيك أمسو كاستيلانو. كان رجولا في الحقيقة رجلا مسيحيا، وفي الحقيقة تنشوف أنا تنقول لماذا احنا مسلمين والدين ديالنا التضامن هذا مثلا الفارماسيين اليوم ما تيعملوش بعض المسائل اللي خصها الدار في الإنسانية. تيجي لواحد باب لافارماسي وتيسخف هذا وما يعتقوش، وهو طايح باب لافارماسي عنده. كانوا جميع لافارماسي القنيطرة دايرين محل داخل لافارماسي، ودايرين فرملين النهار كله، وما تيداوا هذا الدواء الاحمر، هذا الدواء الزرق، هذه الكينه. في وسط لافارماسي داير مصحة ديالو كل فارماسيا، وتيحلوا مشاكل الصحه. ولكن كانت مرافقهم واحد النظام تيقولوا له نظام البيع ماش، هذا النظام ديال لي بيرو مينيسيبال دانديجان، اللي كان جميع المسائل الصحيه لمدينه القنيطره تتكلف بها البلديه المحليه هي اللي عندها الصحه ديال المدينه. وكنا حنا في المدارس ديك الساعه كل 3 شهور 4 شهور تيجيو تيديروا لنا التلقيح مجانا. وكانت الانسانيه حاضره
بقوة الإنسانية. واليوم اليوم تنشوفوا بعض شبابنا اللي مشى قرا في أوروبا وقرا في يوغوسلافيا وفي روسيا وفي هذا تيجيو ولله الحمد أن الفارماسيا ما عمرك تتمشي وتلقى الفارماسيا في المحل. يعني كاين الفارماسيا اللي 5 سنين ما شافش لافارماسي ديالو ما تيكونش في لافارماسي. وكاين بعض كاين بعض لي فارماسيا ماشي انا ما تنقولش فيهم الناس اللي تيديروا شي حاجه. كاين بعض لي فارماسيا اللي تيديروا استثمارات ولاو مشاريع كبيره وجميع القصور اللي تتبنى في المغرب بعض القصور منين تنسولو تلقاو ديال الصيادله. هاد الاموال هي التجاره اللي هي قويه في الفارماسيا عندهم واحد كاين واحد الروافد اقتصاديه كبيره بزاف بزاف بزاف. ما تنشوفش ان هاد لي فارماسيا تنشوفش بان يواكبوا الانسانيه ويمشيوا مع الانسانيه لانهم مسلمين. تقول اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد اشهد ان مريض واقف حداك وتتشوف فيه وما تعتقوش وما لا خصهم يرفعوا شويه ديال الانسانيه الله يهديهم. هنا نمشي لوزاره الصحه والمختبرات باش يقوموا بالدور ديالهم. المختبرات في المغرب تتنشا بواحد الشيء كبير ان المختبرات اللي كاينه في المغرب لواحد درجه كبيره وارباح كبيره. وزاره الصحه دائما مسؤوله على هذه المختبرات لان كاينين مفتشين اللي يراقبوا هذه الادويه واش عندها مفعول ولا ما عندهاش ولا هذا. ولكن تنسمعوا ان بعض المفتشين تيتسابقوا باش يمشيو يفتشوا هاد لي لابوراتوار. انا ما عرفتش علاش تيتسابقوا واش كاين شي حاجه اخرى من فوق الاجره ديالهم او انا ما تنتمهمش. ولكن تنقول هل تيعملوا الاعمال ديالهم بدقه وانهم يفتحوا على قاش الادويه اللي كنا تنشربوا البارح ماشي عندها مفعول كبير. كنا بكري تنشري قرعه البيليسيلين وحده تتشريها ب 100 درهم وحده تضربها لغد وما تيبقى فيك والو. دابا تتشري لي زونتيبيوتيك تضرب فيهم 6 7 ما كاينش ما تيعملوا والو ما تيتحركش الصحه تتبقى. وبالنسبه للاثمنه هو هاد لي لابوراتوار وهاد لي لابوراتوار. انا غادي نقول بان هاد الاثمنه كاين المغاربه محتاجين بالكالسيوم محتاجين المغنيسيوم محتاجين بلا فيتامين سي محتاجين. انا في اوروبا وفي العالم المتقدم تتمشي للفارماسيا وتتشري 6 الحبات او 10 او 20 تتشري قابصه فيها 300 حبه بثمن باش تنشريو هنا 10 الحبات. ولا قريب راه في اوروبا تتمشي للفارماسيا وتتشري الدواء بالكيلو. ولكن انا تنقول انا محتاج بالفيتامين سي ومحتاج لا فيتامين سي شريتها في المانيا ب 5 دراهم. المغنيسيوم 300 حبه بجوج دولار. الكالسيوم 100 حبه بجوج دولار. هاد لي لابوراتوار اللي هنا في المغرب ما عرفت شي اشنو الفرق. كاين بعض الادويه اللي قال لنا الوزير انها الاثمنه غادي تنخفض كذوب منخفض. الادويه بقات دائما في الثمن ديالها وحتى الا كاين شي ادويه انخفضت راه نقصات من العلب ولات فعاود 30 حبه دارت 20 حبه والمفعول ما كاين شيء.
ولكن كاين واحد جهه اخرى، بعض الاطباء سمحهم الله اللي عندهم علاقه بعض المختبرات، وعندهم عندهم ناس اللي تيتساراو في المغرب وتيمشيو للفارماسي وتيورثوهم باش يروجوا الادويه ديالهم مقابل. اشنو المقابل ديال هاد بعض الاطباء؟ ماشي كلشي. اشنو المقابل؟ هو ذكر وزير في عالي البحار او اصفار العالم كله تيتساراوه وهاد لي لابوراتوار تيغرو. انا تنطلب من هاد الشباب ديالنا ابنائنا لي فارماسيا انهم لماذا كاينين واحد الجمعيات للدفاع المستهلك؟ لماذا ان الفارماسيا ما يكونش هو للدفاع على المريض وعلى الاستهلاك المريض وعلى الجوده ديال الادويه؟ هو اللي يكون اللي دفع، هو اللي يكون يمثل الزبناء اللي تيشريو من عنده يوميا؟ هذا ما كاينش شاي وخاصو يكون. وانا تنقول ان سيدنا نصر الله فتح واحد العداد ديال مستشفيات ميدانيه في المغرب، والله بخير. وهذه المستشفيات الميدانيه تيوزعوا فيها ادويه كثيره مجانيا، لان الرميد فلسات ما بقاتش، لان وزير الصحه وكانوا المغاربه تيحلموا بان الرميد سيدوم ما دامش. ولكن انا تنقول لهاد الصيدليين انهم ملزوم عليهم ان يرافقوا محمد سديف في الاعمال الانسانيه ديالهم ويسهروا، وان الواحد اللي يمكن لهم. انا ما تنشوف شيء ان لي فارماسيان ديال القنيطره عملوا واحد اليوم ومشاو لبعض الاحياء اللي هي تنعرفها انا فعندها امراض مزمنه، وبقاو تيفرقوا بعض لي زيشونتيون على بعض الامراض. هذا ما كاين شيء. انا تنقول ان الدواء، انا من الناس اللي عندي امراض مزمن وهو طونسيون، والادويه تتشرى ب 4000 ريال 3000 ريال 5000 ريال، وهذه الادويه عندي دعم، عندي اش تقولوا له اسيرونس، عندنا تعويض. ولكن انا بعض الخطرات تنقول فين غادي يمكن هذا التعويض يرافق المغاربه؟ انا تنقول بان هادو كلهم الشركات، لا الشركات ديال المساعده ديال لي روتريتي وداكشي، انا غادي نقول غادي يفلسوا وما غاديش يقدروا يواكبوا هاد 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 الشيء اللي وقع في المغرب ديال الادويه باثمنه كبيره، والدعم يمكن ما يبقاش، ولي زاسيرونس ما غادي يبقاوش، ولان اللي تيستغل هاد الشيء هما بعض المختبرات الكبيره العظيمه اللي تيخصنا. سيدنا نصره الله التفت واحد الالتفاته لهاد السياسه الصيدليه في المغرب والسياسه ديال المختبرات، وعلاقه الوزير بالمختبر وعلاقه المفتشين بالمختبرات.